المداخل تاعنا في الحقيقه المشتاق صادق ما صحوني الاشكاليات تاع الفلاح وخاصه اللي تعيق الاستثمار. دونك ان شاء الله في الاخر نكون في حاله من الاول باش نعطيكم فكره بما عاد مشاع القطاع الفلاحي لكن هذا وقع من القطاع الفلاحي. الشعب ما عليهش استثمار مش نفس القطاع الفلاحي. هو القطاع اي قطاع يعني الاستثمار معروف احنا قائم على ثم عوامل الانتاج كما يسمون الفرنسي كابيتال هيومان وكابيتال فينونسي بالنسبه للقطاع الفلاحي هو الموارد البشريه رباي كابيتال يعطوا الاقتصادي القطاع الفلاحي طبعا اشياء اخرى تدخل كعوامل الانتاج اللي هي الارض تكون الارض والتربه والمياه وثم عامل الكليما وغيرها. شوفوا كيفاش المداخل تاعنا باش نحاول نصعبوا كل هذا هذوما كل يمثلوا اشكاليات خارجه عن نطاق الفلاح مانيش باش نحكوا والى جانب اخر فما جانب التمويل اللي هو المداخل زاد عنده يعني عائق يساهم في عدم تطور الاستثمار في قطاع الفلاح. دونك كما تعرفوا الناس كل الفلاحه هي ركيزه اساسيه في الاقتصاد الوطني ومؤثره في جميع المجالات لا سيما الاجتماعية تعطي التنمية الجهوية والأمور البيئية أيضا تعطي القطاع الفلاحي وأهمية الميدان البيئي والأمن أسوى الأمن الشامل والأمن الغذائي وكذلك بطبيعة الريال الاقتصادي لو تشوفوا هنا يعني يجمع الاستثمارات 8.4 وهنا نحبكم نركزوا في الرقم هذايا هذايا كان عام آخر التسعينات 1999 وبيعادل 15% الاستثمار في القطاع الفلاحي، شوفوا كيفاش نقص الاستثمار. وعندكم وكان في 2011 يعني نجم نقص طويل 2013 2014 8.4%. بالنسبة للبي دي الناشئ الداخل الخام يمثل 8.7 كذلك نقص. بالنسبة للتصدير 13% من التصدير في القطاع الفلاحي، التشغيل بين 16 و18 يعني يتراوح بين 16 و18. ويوفر الدخل ل 516,000 مستغل فلاحي و 60,000 بحار. حبيت نعطيكم السلام باش تعرفوا، وسلام القطاع الفلاحي في ميزان تجاري، باش تعرفوا اهميه القطاع الفلاحي ونأكد هناك بانه علاش الدوله لازم تعطي قيمه القطاع الفلاحي. تسجيل ضعف الميزان الغذائي بنحو 111% خلال 9 شهور فقط. في 2015. قيمه الصادرات الفلاحيه 3,035 مليون دينار. شوف الصادرات اش قد فيها. هذايا عمله صعبه. يعني ما هو يعني حطيت في البالانس كوميرسيال ثلاثة مواد اللي هم منتجات صادرات زيت الزيتون 1700 وصلت هذيك يقولوا لي 1900 مليون دينار صادرات خمور 375 في 9 شهور لكن وصلت 471 مليون دينار صادرات اسماك 179 لكن يقولوا لي زاد وصلت 110 بون على الارقام يعني 9 شهور ثلاثة الاخرين هما يعني لفتوا 2225 مليار. حنا نعطيكم رقم قبل ما يتعدى البحث، ما تعرفوش قداش قيمة الإنتاج الفلاحي معدل. هو 8500 مليار. شوفوا 335 شنو؟ 8500 مليار. قيمة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي 6700 مليار. مليون دينار. يعني مش عارف الأرقام ما هي أهمية القطاع الفلاحي اللي مش نشوفوا اللي ماهوش الذي حطوا في البلاد رغم بحقه من نتائج كبيرة برشا. تفضل. حبيت نعطيكم هنا اكيد رقم النتائج هذيك الكل وشوف العوائق هذيا لو كان يقع يعني تغلب ولا تخفيف من العوائق ما كناش تغلب تخفيف منهم شو ينجم يعطي القطاع الفلاحي. تفضل. العوائق الكبيره من اهم العوائق هي الاشكاليات العقاريه الفلاحيه. اوضاع العقاريه اوضاع العقاريه في تونس الناس كل هذا تعرفها هي وضع عقاري تصير التشتت وتصير حجم المستغلات متجزئه وعدد المتبقية ونقطة مش نركز عليها التوسع الأراضي. تغيير سلطة الأراضي الفلاحية في 1900 هكتار في السنة. دراسة وقعت دانييرمون نحب نعطيكم الرقم هذايا زاد نحبكم تشوفوه هو كون القطاع كل عام نخصم رسميا نحن ما نحكيش الحاجة باراليل 700 هكتار فاش نجد السكن والمناطق السياحية والصناعية. وهذايا ما نخصمش يعني البناء فوق
المعدلات تطول في الألف هكتار كل عام يحصل، يعني كان كل عام نحصل ألف هكتار من التوسع العمراني وغيره، دونك شوفوا وين ماشيين في القطاع الفلاحي، هذا يعتبر سامحوني نتكلم كونسير القطاع الفلاحي. هنا بيان سور نقول هذا الكل لأن الفلاحة من المستقبل الفلاحية ما عادش لا تبقى لها مستويات اقتصادية، ولهنا البنك تقول لك عندنا حق في الكلام أن نتعامل كوحدة اقتصادية. الاشكال تبدا التشتت وتصير حجم المستغلات واش خسر او غير وعن الظروف الملكيه اكيد مش تعقد يعني تمويل القطاع، لكن هذا ما يمنعش فما اشكاليات التمويل فما شكون هما. لكن في الانتقال نشوفوا اقل من 10 هكتارات نفسه 83% في 10 هكتارات لا تفضل. ندرك الموارد الطبيعيه زاد هو عامل من العوامل اللي اثر على الاستقرار، قالوا كثير من البلاد هو الفلاح شو يجيبوش 120 طرناطة في البطاطا في المارك ما عادش يجيبوش 40 طرناطة، راهو مش فلاح ولو يعمل تكنيك فكيت لي الكل، لكن فما اشكال هو في المياه في التربة في غيره، مش عارفين مكان زاد رسمية مش عارف اللي الاول نجيبه ما نعرفش عارف شكون ما ينجمش يعمل اللي هو مون يحفر وراه. أول حاجة عندنا تعرف في تونس 92% فلاحة بطارية. 92 يعني نستلم فيها حضرة. 8% من الساحات هي الصقلية فقط. من هنا خشاب 75% من الأراضي الفلاحية في الجاف وشبه الجاف، يعني تونس بس جافة، ورغم هذا فما إنتاج معروف في مخ البلدية. وضعف في القطاع النباتي، أهو قلت 75% يعني نفس الكلام في الجاف. الانجراف والتصحيح. هذا زاد يأكد لكم مرة أخرى هذه أرقام رسمية يعني تنشرها الوزارة الكل يعرفوها هذه المساحة المؤدية للانجراف هي 3 ملايين هكتار، ما تعرفوش قداش عن مساحة الأراضي يعني الأرض الفلاحية هي 5 ملايين هكتار منهم 3 ملايين هكتار مهددة بالانجراف وثم مليون هكتار تستوجب التدخل السريع. لهنا نسأل واحد السؤال يطرح أين السياسة في مجال حماية الأراضي الفلاحية؟ التخلق قلنا ملح الناس، التخلق هو في المناطق اللي كنت تعرفوا جندوبه وبيره ومنوبه واخوه من منوبه يعرفوا الشيء هذا، تخلق الاراضي وهذا يساهم في تملح الاراضي، مليون و500 الف هكتار من الاراضي التونسيه مالحه يعني تركة علميا مالحه. التملح الناس هو في الجنوب خاصه موجود في الجنوب الاخوه في الجنوب يعرفوا قرابه 60% من مياه الريده هام وروحه تتجاوز اعمى بنفسها جرام باريس 60% 30% من المياه والوحات تتجاوز 3 جرامات في الليل. يعني وزيدكم على ذلك التغيرات والتقلبات المناخية كما تعرفوا يعني تم اختلاف بعض الانحباس الحراري في السلطة والتكاليف والتوتر أكبر من الظواهر المناخية النصف والجفاف والفيضانات وشطاهم وحطاهم في الفاتحات دفعنا للشيرات لكون التوتر الشوف عام جدا كما عملوا وجدنا جفاف وقبلوا فيضانات وجفاف فيضان كان تأثير كبير هذه التغيرات المناخيه. ثم حدوث اشكاليه على مستوى بكر الموارد البشريه والكابيتال هيومان اللي هو مش عاطيكم هنا هيكله فقط كيف احلى يعني الفلاح في تونس صحيح؟ تركيب عمري مسالين فلاحين القطاع الفلاحي يشكو التهرب والعطوف لكثره الشباب، الشباب هربوا القطاع الفلاحي، لو كان تشوفوا هنا شوفوا اكثر من 60% أكثر من 50% تقريبا، هما اللي عمرهم أكثر من 60 سنة. شوف الشباب أكثر من 40 سنة مدفون على 13%. يعني الحمد لله. المستوى التعليمي والمستويات الفلاحية، ضعف المستوى التعليمي والفلاحية إذا تعدى الأغلبية الساحقة من المستوى الابتدائي أو عن 83% يتجاوز الابتدائي. هذه كل روي أثر على إيش؟ على التكنولوجيا، اكتساب التكنولوجيا، الشباب والتعليم وأعلام وكذا. الموضوع نسبة تعطيل القطاع الفلاحي، احنا كنا نعمل جايين شوية حتى الآن المسائل، لكن الوضع أقل من 1%. يعني بالإحصائيات 20% يتبعوا برك بخدمات الشباب الفلاحي. ضعف ينزل الميل الأوسع من التكنولوجيا اللي تساهم بطبيعة الحال في تعصير القطاع وتطوير الاقتصاد. اشكاليات على مستوى التمويل ولهنا ما طلبناش يهمكم انتم يعني لو خدنا يعني خطر تمويل يهمكم اشكاليات التمويل يا دوب شفتوا ثم اشكاليات هيكليه بما فيها التمويل ضعف نسبه التمويل البنكي اقل من 7% من الفلاحين يحصلون على الدور الفلاحي يعني 7% شوفوا الفلاحي كل 7% ضعف مساهمه البنك المؤسسات البنكيه في تمويل الاستثمارات الفلاحيه 15% في منطقه اخرى في الابيض نسبه مرتفعه التمويل الذاتي في المشاريع مع
الاستثمارية، أن يلزم المعطي النقطة للشرط والتعاون في المجال الاستثمار التنصيص يقول على أنه نسبة التمويل لديه ما يزيدش 30%، يعني شكرا لها توصل 98% وأكثر. يعني هذا مش معقول أنه مش لازم نحكوا على استثمار في قطاع الفلاح. تقدم نسبة القروض الفلاحية مباشرة وغير مباشرة بنسبة 3.5% مقارنة بالقروض الممولة للاقتصاد الوطني، شوفوا الجرافيك هنا شعب الفرق في الانقطاعات، وهذه نرجع لشكون السياسة اللي تقدمتم للفلاحة 5% فقط، الصناعة 37% وخدمات 52%، هذا ما يخص القروض المباشرة فقط مش غير المباشرة. يعملون الفلاح برشا يكون في المرتفع على الطرف. توقف قيمة الفائدة، نسبة الفائدة على الطرف الفلاح مرتفعة فوق حتى 900 وتوصل أكثر ويعطوا الأخوة تجاهلي معانا. لا هذه تسعى يعني الرأس اللي توصل في العشر وغيرها ونحن نقول لكم فما في قطاعات لكن الجمعيات أو يكونوا جمعيات صور كان يعني نوصل نشوفوا الإبدة وغيرها فوق 25% و 32 يعني مش معقول في قطاع الفلاح. ولا لازم عمر جديد للاستثمار الفلاحي. عدم ولاية المقاييس تقييم مبدأ القرض الفلاحي، تعتبر المقاييس معتمدة من طرف البنوك لتقييم المشروع المناسب للواقع قبل الاستثمار. يعني تبقى الكلفة في حاجة والقروض في حاجة، واحنا ديما مع الأخوة في البيانات على الوقت، نادى ديما نديها بشكل إيجابي ونحبوا نحسنوا منه. تراكم المديونية ومعتقد من المديونية الفلاحية من أسف حقيقي حيث أصبحت عائق هيكلي وجوهري في تهديد الاستثمار. واستمرارية، يعني تو وصلنا 2197 مليار آخر شوية 2015. وبالطبع ذلك نحب ناكل حلول واحنا كنا حتى أول هنا مع البنك الجدول أو غيرها ناخذ شروط صراحة مشرفة من طرف البنك بصفة عامة هم عندهم كده. عند عملية الجدول التي تعتبر غير واقعية بالنسبة لقدرة الفلاح للاستخلاص. ولا ثم الإشكالية التأمين في الأحزاب أفضل التمويل، ثم إشكالية التأمين لأنه مركوزة في التمويل. يمثل التأمين في الأحزاب أقل من 3.5% من حجم معاملات قطاع التأمين، لكن يهبط الـ 1% وقت يكون في اعتبار المخاطر في الأحزاب. والمخاطر شنو؟ نشوفوا فيها مثلا يعني موقع غازات وجفاف وتحجر البرد يضرب العديد من المناطق يعني من قرية الاتحاد يعني 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 كذلك نسبة الفلاحين المؤمنين ولكن لا تتجاوز 6%، 6% من الفلاحة غير المؤمنين فقط. عادة وهذه نقطة كويسة يعني طالبوا بها وتسمعوها أكيد ديما في المصريات هي عدم وجود نظام فعال للتأمين على الجرائح الطبيعية وخاصة من الجفاف والفيضانات والآفات اللي خرج التوجيه كما في بعض الأيام وغاصة القازيتون وغيرها. ولكن مثلا السبب الرئيسي عدم استخلاص ديون وخطر بين الفلاحين خاصة في قطاع زراعة الخضرة الأشجار الأخرى وقضية المشي. وطولت عليكم إشكاليات من آخر استثمار بحيث أن الاختيار الأشجار ما ينزلش، دونك ترجعات الملاحة مش بسكرة وكل، لكن خاصة من ترجعات الملاحة بطبيعة بدل خصوصية الجهاد، عدم تخصيص ترجعات مراحل الاستثمار والإسلام، عدم كذلك ملاحمة المصاريف القصوى المعتبرة هي سنة ترجعات الدولة للكلفة الحقيقية للاستثمار الملاحة، يعني تقدر تكون حاجة والساعة مثلا الفاكتورة حاجة وتقول اللي عم معتمدة للأغيار وهم عندهم زي زي الموضوع ما النورم ماهيش تعالوا في مصالح العربية بالتعارف إلى ثلاثة مستثمرين كيفاش مستثمر فلاح ما بشرح ما بيناش عنده ألف هيك عدم تحديد أجال معالجة الملفات ينجم يدوم له أكثر من الكهرباء ما فهمش من غير حد. وهذه اللي احنا زاد شفتوا كاتحاد التربية هي مجال الاستثمار لم تعد واحد الواقع الفلاحي في روسيا واحنا نديروا المجال اللي يكون لها قوة وقع المجلس الزرع عليها يعني وصلت عليها قبل أن تأخذ بعين الاعتبار القطاع الفلاحي. يعني مش معقول أن القطاع الفلاحي في روسيا مش مباوع هنا وما عندوش يعني ما يكونش عنده دعم أكثر ولا إيش كان الدعم؟ ركزوا معي في النقطة دي أيضا اللي درس عملها الاتحاد والأمريكا يعني شيء دراسة عملها الاتحاد بين عائلة الأخوة وخبراء هي إضافة دعم سواء بين السوشيال أجريكول كما في فرنسا وغيرها أصبح يعني نصيب الإدارة المحترفة من نعم القرار الفني إلى التوصيل كيف تشوف مسارات النقطة هذه باش تكون هو عندنا إحنا حصينا القطاع الفلاحي اللي هي الكل بالتخزين بالإنتاج بالتخزين بالاستثمارات بالتعديل بالتوصيل الامتيازات كل اللي عطيتها الدولة في حدود 400 مليار خذينا على 5 مليار 80
لماركوس اللي رفع مدعي على الشارع الاوروبي العربية. ليه بتاخد قطاع سلاح فقط على مستوى المستغل هي 25 دينار؟ يعني القطاع غير مدعم بالارقام الوطنية، بالارقام الحبية شو دراسة محبوبين غير مدعم. احنا نقول مدعم في العالم مستوى المستغل الدعم المباشر للفلاح 25 دينار، لو كان 25 دينار شوفوا الدعم هناك في البلاد الاوروبية، في الاتحاد الاوروبي، يعني ظهر لي طبلوه ده واضحين من كده بحاجة كل سنوات، يعني قيمة الدعم، شوف الاتحاد الاوروبي، شوف الولايات المتحدة، شوف اليابان، شوف المكسيك، شوف تركيا، شوف الفينال بالاوروبا اللي بايدي، شوف عم تسوي بي 0.09، يعني ويطلع يعني الناس تحكي تقول انا دعم في القطاع في الاخر، من غير المعقول يعني يتكلم كلام مش موجود. إذا جينا للاقتراحات بيصير بطبيعة الحال مش اتحاد في كل الإشكاليات، لكن ناقص هذا المقترحات وإن شاء الله المقترحات عملية ماهيش إنه كله شعبوية ولا المقترحات عملية. التمويل هو ضرورة تسرع بإصلاح منظومة القطاع الفلاحي حتى تستجيب لخصوصية القطاع من حيث الكلفة والمرونة مع تخفيف نسبة القواعد الموضوعة على القروض الفلاحية وتشجيع البنوك على تمويل القطاع الفلاحي. لأن أكبر بالمغرب مثلاً 6% من بعض البلدان، نحن في تونس شفتوا نسبة الفائدة كبيرة جداً. أيضاً نطالب بمراجعة مقاييس سنة البنوك حتى تكون مناسبة للحدود الواقعية للاستثمار. وكذلك النقطة اللي يمكن كل مرة في العام الثاني معالجة المدنية الفلاحية بصفة جذرية، يعني شفنا الحلول الموجودة في الطريقة لكن لا تبقى إلى طلبات الفلاحة، لأنه بصراحة تبقى طلب رماد على الأعين. لكن التجربة احنا حبينا لو كان البيانات اللي هي مش معنا فيها هي إفساد تجربة أولى يتم تعميمها بعد ذلك وربما يتم تعميمها حتى مجال القرض الموسمي. كنا حتى يكون منح بعض فئات الفلاحين الخط مهنية بالبنكية بتكون تمكن من حصول على قرض القروض الموسمية بصيغة مبسطة وأقل كلفة، كما جاء في عمل بعض البرنامج الشغالين البرازيل وتركيا والدول العربية، دونك ماشي كبير خصوصا تاخذ شوفوا الموضوع بعد أذان. دور أكثر فاعلين البنك، البنك الفلاحي دور الأخوة مثل جنب البنك الاقتصادي هو كون الأمور التقنية اللي ما شفتوش فيها الكفاءات في الأمور القانونية وفي المرور الإداري، لكن نحن البنك ناخذ أكثر الفلاح وهم دخلنا شنو هو؟ لابد أن البنك اللي يكون له دور فعال ومتابعة الفلاح مختلط من ناحية استعمال القرض وكيفية تيسير واستغلال نشاط الفلاح حتى يقتصر ينعم ويقدر. تحسين لغة التخاطب مع بين المؤسسة البنكية والفلاح. لهنا ضرورة إرسال نوع جديد من العلاقة بلغة التخاطب بين مؤسسة القرض الفلاحي والفلاحين. لهنا يعني نجموا نلقى شراكة بين حكتي بين البنك والهيئة وإحنا دايرين قديم نخدم عليها كالمعديانة خاصة والهيئة المهنية لأنه يتجمع بهيئة السكنات الأجريكاسيون. يعني نساعدهم البنك وتساعدنا إحنا كفلاحين انه كي يتجمعوا وكل القروض بالنسبه للقروض اسهل ومتابعه اسهل والتحسيس يكون اسهل. تامين الفلاحي زاد كثير من المقترحات ضروره مراجعه الاطار القانوني ومراجعه كتب التامين وخاصه هذه النقطه اللي نحكي عليها هي تفعيل صندوق الجراحه الطبيعيه حتى يكون شامل وغطي جميع القطاعات وكل المخاطر وعلى كامل تراب الجمهوريه ويتم تمويل بجهود تضامني وطني. طبعا تحسين محيط الاستثمار ما يكون كان بالمجلة جدا لانه تكون في المستوى اللي طبناها احنا المنظمه الفلاحيه في الفلاحين الكل. اسناد امتيازات تشعات عمليات ذات اللي تاتي من المنظمه الفلاحيه احنا الهدف بتاعنا احنا بنطلع وكيل المنظمه الفلاحيه. لو ما كانش صلاحها من غير دعم ومن غير امتيازات ومن غير تشجيعات. وضع مزيد من الامتيازات الجبريه والماليه تحسن مرحله الانتاج هو الاطار في الاستثمار وفيما بعد الانتاج في الانتاج ما فماش يعني امتيازات برشا دونك هذا فينا المزيد منها. ارسال تشجيعات تتماشى مع عمليه تهدئه التنميه الجوية وتعرف التنميه الجوية اللي تكون كان حصريه وكان القطاع الفلاحي ارسال تشجيعات حسب قطاعات كل ما نقولش الانتاج نقول الانتاج الكامل تشجيع الاستثمارات وكمل الهيئه الماليه توصيل اجراءات الاستثمار الفلاحي
وهذا كل مرة قاعدين نخدم معاه يعني مش المعروف للشركة قاعدين نخدم مع الأغنياء وبي أنا يعني في المجالات الإدارية كمية قاعدة تخدم مزيد تشجيع لمشاريع قدرات الأحياء أول مزيد تربية أسواق في حتى المنصب الهيئة المهنية مزيد مهم الهيئة المهنية ونعمل حاجة بشكل التعاون الأساسي لأنه هذا المخرج أو الفئة هو التشجيع من خلال الهيئة المهنية وإحنا قاعدين لكن إذا مو تعرف تشجيع المنتجين في الإدارة الهيئة المهنية لرفع من الإنتاج ونحن تشجيع الفرصة الخاصة والهيئة المهنية إحنا نخطب اللي تعرف في تعرف لكن المسؤول كله اللي هو المركز الأساسية هو وتعرف الصفوات المؤسسة لكن في الواقع شفنا الإشكاليات اللي كان عليها كله وطولت عليها الإشكاليات اللي هي هيكلية ما نجمش احنا لا اتحاد ولا وزارة ولا بنك ولا لازم الناس كلنا نعمل يعني تكون ثم يعني حوار شامل حول المواضيع هذه لإيجاد الكوسيون الملائمة لحل الإشكاليات ما نجمش القطاع يخدم وحده عن المشكلة تبقى كل قطاع عنده استراتيجية لكن غير مكان عنده استراتيجية كما تقول حماية الطلبة مثلا لأنه فرش الناس في المقاعدة هو ضرورة ليس صعب وضع سياسة إلحية وكاملة تكون في مستوى يعني مطروحة لتحقيق الأمن الإلحي الاتحاد على الحلول الجنسية والمنقوصة والذي أثبت الزمان قلة شبه هجية يعمل حلول في وقت ما يمكن كذلك هي في الواقع ضرورة إجراء حوار وطني شامل لاتفاق الولادات إعادة نظر في خطط ومكونات السياسات الإلحية وتنظيم استشارات وطنية وتعميق الحوار في الملفات المطروحة بشكل دقيق لا سيما منها استقرار